السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إجابة سؤال جامد، وأنا إزاي أعدل في مقاس الجوجل سويت لما أدخل على الفايل بتاعها أحاول أعمل سكيل مش بتعمل. طيب أنا دلوقتي لو جيت في أركتكشر وعايز أرسم السويت، إيه هو السويت؟ السويت ده مجرد بروز في الحيطة، أنا عندي حيطة وعايز أعمل فيها بروز. باجي هنا من أركتكشر بلاقي وول أركتكشر لو أنا عايز أرسم معماري، أو استراكشر لو أنا عايز أرسم إنشائي، او وول باي فيس لو انا رسم اي شكل سواء عن طريق الماسنج او عن طريق حاجه ثانيه، برسم الشكل اللي انا عايزه حتى لو مايل حتى لو في اي صعوبات، مجرد ان انا اتك عليه بيحول الشكل ده لحيطه. وول سويب دي بروس الحيطه ودي اللي احنا بنستخدمها. ريفال ده حاجه داخله جوه الحيطه، تمام. هقول له وول سويب ورسمت الحيطه اهي، تمام. وممكن كده اروح ارسم حته هذا كده. انا لما اعلم على دوت باجي ادخل اد روف وورس اللي هم الحاجتين الموجودين معايا، لو مجرد بزود حيطان او بطرح حيطان، يعني ممكن اجي هنا واقول له مثلا شيل الحته ديت، تمام. موديفاي مجرد ان انا ممكن اطلع حته زياده هنا، يعني مش هي دي اللي انا اعدل فيها، انا مجرد بس كان انا ايه زودت حته كده خلاص، تمام. فمش هي دي برضه اللي انا بدور عليها. امال ايه اللي انا بدور عليه؟ بدور عليه ان انا اعدل في الشكل ده. طيب انا هدخل دلوقتي ايديت، طيب بلاقي من ضمن الاختيارات المهمه بالنسبه لي البروفايل ده، هنا مديني كذا شكل البروفايل، بختار الشكل مثلا دوت واقول له ابلاي، بلاقي الشكل اتغير زي ما انت شايف، تمام. طبعا لما بعتل هنا لازم اكون عامل طيب تاني على اساس ايه، يعني الطيب اسم الطيب يدل على الحاجات اللي جواه، يعني اخترت 350 اغير اسم هنا خليه 350 عشان الشكل يكون متوافق مع الاسم بتاعه، تمام. انا كده عدلت، بس برضه مش هو ده الحل 100%. ليه؟ هو هنا مديني عدد معين، تمام. ممكن نكون محتاج اكتر او اقل. طب امال اعمل ايه بقى؟ عايز ان انا اتحكم في دول، عايز ازود عليهم، تمام. اعمل ايه بقى؟ اجي هنا ادوس كانسل واروح بروجكت براوزر اللي جوه الفاميلي، تمام. هدخل على حاجه اسمها بروفايل، الاقي البروفايل اهي نفس الاسامي الموجوده هنا، هاجي هنا على اي واحد فيهم بص على اللينك يمين واقول له ايه طيب روبرتس، دي خصائص البروفايل نفسه. انا كده عايز نمبر اوف بريكس والبريك سيلينس قد ايه والبريك هاي والبريك ديبس، لما بتعدل في الارقام ديت بتتغير معاك هناك، تمام. ممكن اقول مثلا ماشي، انا اقول مثلا 3 وده 1 بريك، تعال نشوفها بشكل عامل ازاي. نيجي هنا انا طبعا كنت بجرب ارقام عشوائي فعشان كده الشكل طلع شكله عجيب. لو جينا هنا طيب الورتس، انا كنت بس بنحط ارقام تبان معانا، انا متهيألي 9 متر، ف عندي بوينت 1 بوينت 2 بوينت 6 المفروض ده 60 سنتي بالشكل ده، تمام. أتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط. أخوكم عمر سليم.